هاي مرحبا بكم. اليوم في حلقه جديده من ووكينج ان تونيزيا. اليوم مشينا باش نعملوا غطسه صغيره في قمرت ورا الاوتيل اكوا فيفا. فما باركينج لهنا لازم تحط الكهرباء نتاعك تبدا امن وكل شيء. شنو اخر انجوي. هاو البحر امامنا والباركينج وراء انا. بلاصه مامنه باهيه تنجم تبدا متهني على كرهبتك. فبحر نظيف وانا باش نعملوا نظره تو على البحر ونعملوا نظره على الشط ونشوفوا مره. ومرحبا بكم. ما تنساوش ساعات كالعاده باش تعملوا ليزا ابوني وباش تعملوا كومنتاريتكم وتسبوا الا تشكروا ولا كيما تحبوا. المهم ديما نحبكم حيين وموجودين. هاي ليتس جو بروم. هذا برهوم ابن عمي. وكرني خلي التليفون يوم فلوسي غادي في الكهرباء. لا ما عندي اي مش مشكل. خليهم بحذا الاولاد ما بشوق هذوما. حسيت التصوير ليه ديما تصور تو؟ اي مو بعد تصفي ولا تاع المونتاج مش كل شيء. ما نعملش مونتاج يعني. مش كل شيء تعديه وتقصه. اي ما نحبش نعمل مونتاج. ماذا بين هبط ونحط كم سوالي مونتاج. اي ما فهمتنيش معناها انت تو كليم كيما نحكيو فيه تو تقصه. النجم نخليه. وعليه؟ عاد. ما تستحقش مونتاج كما هذا. البحر هي شوية. ورام بكري هي 6 كيلومتر معناها شفته في الويندي. هو موال هنا الشط واسع معناها تسمى هذه في العاصمة أقرب بلاصة واحد باش يجي يلقى له ساعة فيها. نلقاوش ركان ولا حاجة نصوروه. أما ركان هيك كل العباد. العباد أكثر من تماسح ولا ركان. هيك عايبة كيف هناك ولا لا في البحر. هيدا تويوتا كتفوكات. العجل هذيك من بعد طم. ايه. واو اليوم ثاني عيد هذاك عليه مش معبي البحر برشا.
بون كيما قاعدين نشوفوا الاسباس باهي كبير، نجمو لهنا نركزو باراسولات، لازم دي فامي تجي نظيف البحر، مفيش حكاية زايدة معناها وياخ، حتى كان في حاجات كلها بالسترة معناها، بعاد نجم معناها تجيب العائلة نتاعك وتجي وتشيخ وتشيخ وموت. هذا في القرى تو القراب نضاف في تونس العاصمة، خاطر راك تعرف القرات الآخرين تمسخت، وأون بليس يمشولها برشا معناها تتخلط ياسر، القرات القريبة تتخلط ياسر، وماك تعرف صغار وواحد وشباب ينجموا يخلقوا العائلات. باهي بالنسبة لي أنا في تونس العاصمة أحسن ديريكسيون تنجم تكون لنا قمرت معناها. هاكم تشوفوا شط كبير. فما بركة بركة معناها مش مشكل، حتى كي يستحق حاجة يلقى فيها كل شيء، ما نعرفش حتى اسمها باش نسميها. اللي يحب يعمل طرح مصيد يعمل حاجة تلقى فيها. فما كعبات عاملين سنارات وعاملين جوهم لهنا. أحسر أنا ماتريالي كله بعته. مغروم زاد راني بالمصري. واللي عنده كريبه كتفه كذا زاد ينجم يدخل بها كما تشوفوا جماعه. لاين وندر موتور لاين وندر هذاك تركبه. كيف كيف لاين وندر بون، هذوما الموتورات اللي مركبينهم لهنا هما احسن حاجه كيما نقولوا في رخيص تو قاعدين يدوروا في تونس. نعطيكم فكره خاطر عندي فكره على مصر. شط كبير باهي مزيان وراو يكون اصفى من هكا بياسر توا، خاطر البحر مدردر شويه، فما ريح فما موجه تحرك خادم البحر. التراب هذاك مش وسخ راه نظيف البحر. حتى مبيتة حاجه راه واحد يحب يقعد يبيت ما فما حتى خوف. قداس باراسولات لهنا وكريات؟ شويه كل باراسولات كما هكا. على الماء هكا باللي شازلون. 35 دينار، فما فطور فازات. كل شيء صار. شوني بتاع عائلة. وعلى نصوروا باش نجيبوا العائلة غدا. كل شيء. ها؟ كل شيء. شنو؟ 25 و 25. 25. لنا 35. 25. وقلت لي اللي باراسول هذا اللي على برا. بلدية ومع هذه السونك وطاولة ب 35. زوز طاولة وباراسول تري بيان 35 دينار. كريخة هذيك ب 50 4 كريت. فهمتك. هذا السبيعة تجي 5 دقايق هذا تبارك الله. يا شير السبيعة تجي السبيعة. فهمتك. وبالنسبة للباراسول تعدينا طاولة ب 5000 كرسي ب 3000 باراسول ب 15000. باهي باهي الأسلام رخيصة ما هي شيء. لا حاجة كراس. كيما قاعدين نشوفوا هكا. البلاصة قمرت ورا الأكوا هذه. لا 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 فهمتك. هاي قاعدة كول. لازم حتى ريزيرفيو معناها.
يكون فيه الباراسول ولا حاجة. كما قال لكم لهنا لي باراسول والواحد عافاك لي شيز لونغ معناها 35 دينار سي با شير معناها ومعاهم طاوله باهي سوم مقبول. وفي تعدي نهار كامل مع الصغيرات لازم تعمل قال لك اقل من 125 دينار معناها ميني فاميليال معناها تنجم تاكلوا الناس الكل وانت عاد بعد حسب الطلب شنو تحب تاكل وتنجم تجيب ماكلتك وحدك خاطر كان تكري باراسول ولا